التخزين. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه البث المباشر من مدينه تشيره الجديده مع اشهر مقدم في الفلوريدا في مدينه اكادير او بيسوس مسا. سي حسين مرحبا بك على قناه مرحبا بكم في هذا المهرجان اللي بلا قصيد ديالو الوطني. الحمد لله دابا كيعتبر مهرجان وطني اللي كيتنظم هنا في المدينه ديال تشيره، اللي كنظم مجلس الجماعي المجلس البلدي ديال مدينه تشيره الجهاديه. والحمد لله هذه السنه هذه كتعرف تواجد 15 سربة من بين احسن الصوره اللي كاينين في المنطقه، وتقريبا كاينين ضيوف من شيشاوة، من شيادما، من بولمين، وكاين كان في المستوى الحمد لله دوز ثلاث ايام اللي باقيين ان شاء الله في احسن الظروف ان شاء الله بالراحه. واخا سي حسين بغيناك تهضر لنا على المزاح ديال ربما ديال الخيول اللي كانوا الضيوف في هذه الساعه. الحمد لله الخيول اللي موجودين هنايا كتعتبر من اجود الخيول الملاك محسنين في الانتاجيه ديال الخيول ديالهم، ولاو الناس عندهم خيول من اللي راس الحمد لله الجيده اللي من بينهم الالابارب والبارب، عندهم تقريبا كل الصوره اللي كاينه هنايا عندهم خيول في المستوى. واخا بغيناك تهضر لي على مميزات ديال كل واحد، قلتي البرب حيتاش انا ما عرفتش السميات، سمح لي. البربري بغيت تهضر لي على كل واحد باش كيتميز البربري وباش كيتميزوا السلالات ديال كل واحد والمميزات ديالو. علاش البربري شنو هما المميزات ديالو؟ البربري كيتعرف بالقوه ديالو، بالصلابه ديالو، بالشجاعه ديالو، انه فرس بربري ديال هاد البلاد هادي، فرس اللي روضوه البرابره منذ القدم، والفرس العربي البربري اللي هو خليط ما بين العربي الاصيل والبربري، كلهم مسخرين البارود، كلهم خدامين هاد جوج اللي راس هادو خدامين في البارود مزيان. شحال وصل الثمن ديالهم تقريبا؟ الثمن ديال اي واحد ما يمكنش نحددوا الثمن ديالهم. كاتمينه تقريبا واحد الحاجه الا كنتي كتحبها وكتعشقها واسمو ولو يحطوا لك فلوس في ميزان وعاود في ميزان ما غاديش نحددوا القيمه ديالو، انها قيمه ما العاود ما كتحددش المشكل ديالها، ما كتحددش القيمه ديالها. ولكن ملاش كيبدا تقريبا؟ تقريبا بالنسبه للجدوع المهور كتبدا القيمه ديالهم 29000 حتى 30000 درهم كقيمة تقديرية. قيمة تقديرية فما فوق فما فوق. واخا قبل كنت معك في الكواليس وريتيني كل واحد والصفة ديالو، تقدر توري المشاهدين ديالنا كل واحد والصفة ديالو؟ بحال هذا دابا اللي مورانا نهضروا عليه، هذا اللي مورانا هذا بربري؟ لا هذا عربي بربري. عربي بربري مشاركات جدا، عنده تقريبا خمس مشاركات احتل فيهم الرتبة الأولى على الصعيد الجهوي، وعنده تقريبا ثلاثة مشاركات احتل فيهم الرتبة الأولى على الصعيد بين الجهات، وعنده مشاركة يحتل فيها وصيف بطل المغرب. هذا وصيف بطل المغرب؟ وصيف بطل المغرب بسنة 2016. قداش كيتميز هذا وصيف بطل المغرب؟ وراه كيبان لكم كلشي، شوف الجمال اللي عطيه السي ديربي، وشوف الخروف ديالو، وشوف البنية ديالو كيفاش دايرة، والتركيبة ديالو كيفاش دايرة، يعني ها هو كيبان لك كلشي قدامو. شوف الزين، شوف الجمال، يا كيف تاخذ لجنة التحكيم عندها هي معايير خاصة اللي كياخذوا بالتخزعين اللي عطيتها. ربما لجنة التحكيم كتشوف حتى الجمالية ديالو والشكل. أكيد أكيد كتخزع الجمالية ديالو والشكل ديالو والقوائم ديالو، واش قوائم سليمة، يقنا فيها شي ضربة، يقنا فيها شي حاجة، وفوق من هذا الشيء ولو يكونوا كاع المواصفات كياخذوا بعين الاعتبار الفرس واش هو في كامل اللياقة البدنية ديالو، في الحضو اللي كنقولوا حنا، واش عاود محضي ولا يقنا مفرات ولا شي حاجة بهذا النوع. باش يكون في كامل اللياقة البدنية ديالو شنو كتوكلوه؟ بشحال كيتقام عليكم تقريبا في اليوم؟ اقل تقدير غادي نقولوا 80 درهم باش كيبقى معاود في النهار، اقل تقدير 80 اقل تقدير. هادشي كيف ما كنعرفوا
السنوات اللي فاتوا راه ماشي ساهلين بالنسبه لنهضروا على الجهه الجنوبيه هنايا، راه قله الندرات ماشي نقولوا قله، شح الامطار وتوالي سنوات الجفاف، الاف غلات وبزاف ديال الحوايج غلاو. وانتم العشق ديالكم لهاد الخيور ربما كيخليكم تصرفوا عليهم بزاف. اكيد تقدر تبلع لراسك، تقدر تخلي ولادك بالعشا وتوكلوا. شحال في العمر ديال هذا داخل 12 سنة. وقلتي لي انه يقدر انه يشارك في التبوريضة واخا توصل العمر ديالو، حيتاش هو كيعيش 30 سنة. على حسب الحظوظ ديال المولى. على حسب الحظوظ ديال المولى، كان مولى حاضي هو سموم الله يبيه وسموم، راه عاود لي داز هنا عندنا في الجهة ديال سوس، ديال سوس عاش 33 سنة. 33 سنة. مؤخرا صافي في الاواخر ديال العمر ديالو ما بقاش قادر ينوض، ما بقاش قادر، غادي نمشيو نرجعوا نشوفوا في المنظور ديال البنان تاع هو بنان اللي كيكبر كيبغي شي حاجه رطبه في تيه بحال شي صوبه بحال شي حاجه بحال هكايا كداو مثال الخيل، ما كيبقاوش عندي الدروس اللي غادي يدخلوا الشعير اللي غادي يسمو، كتلقاش الا الخليطه ديال الفلاش منظر كلشي مقرشل، الشعير مقرشل، الدرا مقرشله واسمو بحال شي شيباني ما عندوش باش يدوز، كتولي تدير ليه شي حاجه اللي ساهله تصرت ما كتنضغش. وبالنسبه واش عندهم هاد الخيول عندهم تدريب خاصه بهم؟ اكيد عندهم تدريب خاصه، عندهم تدريب خاصه. ممكن تحدث لينا عليهم؟ بالنسبه للعود كيبغي بلونجا، كيبغي البادوك ديالو، كيبغي بزاف ديال الحوايج، اقل تقدير نقولوا يخرج فيها هي 3 ايام في السيمانه. ضروري يخرج فيها؟ 3 ايام في السيمانه يخرج يتمشى يتركب بزاف ديال الحوايج. باش كتعرفوا ان هذا الخيل مستعد انه يشارك في موسم التبوريض؟ هو كيقول لك راني مستعد، ملي كطلع عليه كيبدا يحنحن وكيبدا يجذب وكيبدا يضرب براسه، هو راه كيقول لك ديك الساعات انا راه في اتم الاستعداد باش يشارك. كتفاهموا مادام انكم كتبغيوه. كاينه علاقه بكيف الاب مع الابناء ديالو، راه كتكون واحد العلاقه. كذا مثلا الفرس، الفرس راه كاينه علاقه وكاينه قرابه بين الفرس وبين مول الفرس. كيفاش بدا الحب ديالك؟ الحب ديالي للفرس ما جاش غير هكذاك، ولا كيف ما كيقولوا نقزت على هذا الميدان هذا ولا طفلت على الميدان. انا نهار حليت عينيا لقيت عندنا العوده في الدار، حيت انا ولد المنطقه هنا ولد بالضبط تشيره هذه الارض السعيده، انا ولد هذه المنطقه هذه. ونهار حليت عينيا مازال ما كانش البني، مازال ما كانش اسمه، وكانوا ضيعات فلاحيه واسمه، وبحكم انني ولد المنطقه لقيت خيول في الدار، لقيت تقريبا نهار حليت عيني راه لقيت شي 14 عاوده وشي 6 طحين الكره ديال البارود، ومن لقيتهم في الدار لقيتهم كحله في الدار، لقيت جميع المستلزمات ديال الخروص اللي لقيتهم في الدار، راه ماشي غادي نمشي نزاول شي ميدان اخر ولا شي هوايه اخرى، هنا غادي تبع كيف كيقولوا حرف بوك اكيد. هادشي ما جاش من الفراغ، هادشي نهار قليت عينيا لقيت الخير في الدار، لقيت الفحل، لقيت ميم البارود تا هو لقيتو في الدار. ديك الساعات كان فقط ما كان لا ترخيص لا والو، كان مول العود عنده البارود، عنده كلشي، عنده الحبه، عنده المسعي ديالو. شنو السر في التفوق ديالك في النجاح ديالك في هذا الميدان، وحنا كنعرفوا انك تقريبا دائما كتجي من الاوائل؟ داكشي ما كيجيش من فراغ، كيجي من تدارب، من تناسق في اعضاء الفريق ومن تناسق الخيول، يعني هادشي ما كيجيش غير هكذاك، راه كيجي بتدارب. كاع الابطال اللي كنشوفوهم وصلوا شي مراتب في جميع الرياضات، نسيت ما عادش نقول غير الفروسيه بوحدها، راه كيجي من تدارب، راه ما يمكنش يكون عندك واحد نقص في التدارب وغادي تمشي تشارك، عندك نقص في التدارب راه المشاركه ديالك حتى هي راه غادي تدوز ناقصه. الحمد لله راه اعضاء ديال الفريق وكاع الركابه اللي معانا واسمو متفاهمين ومتناسقين، حنا راه كنديسو كعائلة تماما، ما فيهمش شي واحد ما كينتانيش لا للجهه ديال سوس ناسين، وكلهم مجدرين ومتشبتين بهذا الشيء ابا عن جد، ماشي متطفلين تماما، كيف كنقولوا كاع ولاد الاصل الحمد لله، كاع ميصلين في هذا الميدان هذا، كنجلسوا ماشي اصدقاء، كنجلسوا كعائله وحده كأسرة. واخا نهضروا على الجانب المادي في هذا الميدان، قلتي لي بلي كتخسروا بزاف وربما ما كاينينش مساعدات. لا الجانب ديال المساعدات ما نبداوش نهضروا عليه، حيت الجانب الله يرحمه
صلات عليه صلاة الجنازة مسلمين يعني بالمادي بالنسبة لهاد الجهة هادي أغلبية ديال الجهات أغلبية ديال الجهات المساعدة المادية ما كاينهاش هادشي كاين كوتيزاو الدراري بيناتهم واسمو وكيوفروا الماكلة للخايب ويوفروا العلف للخايب واسمو لو كاع كتمشي للمهرجان مثلا كيعطيوك 10 البلاط ديال الفصا جوج خناشي ديال الشعير نتاع 15 عاود كاين اللي ما كيعطيش بالاخص هذا الشعير المدعم هذا راه هي راه ما خدامش الخيل بتاتو اغلبيه ديال الخيل اللي كتموت هي الاعمار ديال الله ولكن ضروري من الاسباب هذا الشعير هذا شحال من عاود مؤخرا في فريدنت داعوا جوج الخيل في بزاف هاد الشعير في شي ماده كيميائيه او شي ماده حافظه اللي كدار ليه ولو كتغسلو ولو اسمو ما خدامش وخدام البهيمه اللي كتجر بالنسبه للبقار وبالنسبه للمواشي واسمو الحيوانات المجتره خدام ليها ولكن بالنسبه للخيول لا الخيول كتبغي شعير بلدي واخا سي حسين هضرنا قبيله على بعض الخيول اللي كتسوى يعني الثمن ديالها مرتفع واصله 200 مليون بغيتك تهضر لي على هذه السلاله السلاله العربيه الاصيله فيرسون عرب هذوك ما نهضروش عليهم هذيك سلاله فريده من نوعها سلاله سبحان الله لا في الخلقه ديالها لا في الجماليه ديالها لا في الخفه ديالها لا في سبحان الله ما نهضروش على هذيك لاراس حيت هذيك لاراس كاينه غاع الاغنياء عند فلان وفلان وفلان الله يزيدهم خير في خير شحال كيبدا الاثمنه ديالهم كيتراوح ما بينهم ما بينه وبين 13 14 مليون كاقل تقدير حتى 500 600 مليون هنا في المغرب ما نمشيوش بعاد انا نشوفوا الدول العربيه اخرى المهم هذا الشيء اثمنه ديال المغرب ماشي ما كاينش شي واحد شارك في تبوني دب شي خمسه وثمانين أكيد كاينين خيول كاينين خيول تقريبا في المغرب بلا الثمن ديالهم 75 80 مليون وكيشاركوا معكم في الطبوري كيشارك في الطبوري ولكن واش كيتكلاسوا ما بين الأوائل ماشي بالضروري تشارك بخيل غالية وتكلاسا هذه هي الفكرة اللي بغيت تخدش بعين الاعتبار حتى لجنة التحكيم عندها معايير في الطبوري عندها معايير خاصة هي ما كتاخذش ما كتاخذش بعين الاعتبار القيمه ديال الخيول او الاسمو ديال المشاركه ديالها في صلبه معينه وانما كتاخذ بعين الاعتبار القوائم تكون سليمه الحوافر حتى هي تكون كيف ما كنقولوا باريه مزيان قاده واسمو ما تكونش فيها شي ضربه ولا شي جرح داين هادشي باش كياخذوا بعين اللي كياخذوا بعين الاعتبار شكرا اللباس حتى هو لباس سروج ولباس الفرسان حتى كيتخذ ليه بعين الاعتبار وكيتعطى ليه التقيت وهادشي كامل كتختمو الطلقه الموحده هي اللي كتختم التلقيت يعني ولو يكون عندك النقص في اللبس مثلا او في سروج ماشي يكون شي فارق بينك وبين هذاك اللي لابس مثلا فارس لابس مثلا 5000 درهم ولا 6000 درهم في اللباس ديالو مثلا بين واحد لابس 600 درهم ولا 700 درهم ماشي يكون فرق في التنقيط ولكن البارود كيخدم داك الشيء اللي داك النقص اللي كاين في التنقيط كيخدمو البارود الا ضربتي ضربه مليحه ماشي ولو تكون ما لابسش شي اسمه هما كيحكموا على الزي الموحد ما كيحكموش لك على الثمن النوعيه او الجوده ديال الزي ولا شي حاجه بحال هكا كيف ما كيحكموا على النوعيه والجوده ديال الخيوط هذيك تخلع على الاعتبار شكرا سي حسين مشاهدينا الكرام بقى لينا نلقاكم في لقاءات مباشره اخر باذن الله شكرا سي حسين